بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحن مركورة تعسي ودريا دمان هلدي يا قرابدي يا أمد الصوماليات لباتة دي ما انتكرنا عدي مقالة دا مقدشو اكس كنترول افكوية تاسع عدو أمد الصوماليات وكو قماضي أردي بضن وشام عدو السعودي يددكم مشغول سنة أرورتي وصاك الله حي رسقو دي إني عرور تود الراشين والدانتان عرور تمشى سويمي. بعد هذا سوى حد على ساكت تضبطي يشان يتمان دقيقة. كدبنا وحى بوليس كسو جاري إسلاقاتي تمان دقيقة كدب. أنا كنا وحى نمي سديد ديا وحلا. كيريد هالك أكد عضي. يبى حد إلى كيد. يشغال كون طلع كا. إذا ما تسي سهر استعجل. حالات أكرن وهذاك بهيت وهذا فولحن أنا بهنيت إن لفيريه كذب وحنو يمدوق مقالة ده وسوان نقدم بيمدو ترى ده مركا لشيء كري مسورة قال ما هين وقت جاي حالة اللي وتره إن لشيء وقرا كرتام إن كم بدن تضبطن قفودا يكون انتين إن اللي يراهم هو هين تسعة عدي بالسوي استعجل إن تسعة دي ما تمركا وحن نوصلهين وقت صحة إيه لشيء كره إيه أمد الصوماليات لو شيء كره وح حقائق كرة أيان ولسوينا وتبصرنا تاسع وقت هذه قلبت مركان سواء أغني أستاذ الصوتر نيمبل مركان سواء أغني عن ربعنا ورشيا ترى الصحة إيه دت كدونا يجي تضبعت إن إيه السجال قف أيا كل إنت إلى ساك إلى هدر وأنا دع كرتا قف يلا ويا صدح يا فر بين كسي درسمان محايرة ضد داوع عاشرة داوعنا بقول يحقابوها ونصو كرميرني ونصو بوغني قلها وسير هذا وقود الله صار وانو وان كمدها دوق مقالدون كمدها يا صامر صو كرميري إذا مدى بوليسك وميشك الشغين يكوي كنترول كتشوغي يا أردي جامعة دو سعوتي وميشك مرسالة وباسارين يومد بدن أيا ميشك ساكو كوها لكن ستي وعدو غوطة لغالي وغوطة سيدين نادلك يددك با وحنو الليه نهي مرلبات اللهم نحرست إلهي جنة دي حكا ورابيو عيدن كبوليسك الصوماليات ويا نفتو داي كغردين تان سراكيل يسراكيل حيغان ميشا شغادة كتشوك تانو ياغن ايا حاساس غدان تعصيبانو دي رايا وحين ادي دين باور كاسيونو مغالا صوادح غلوا غران كرتدلك حمر يغانا كنترول كافكو يميشو كو marka sidaas aan rabaa dadka inaa ugu bayaaniyo inaan yaani waqtiga munaasabka ah ee la sheegi karo waxa gaaray iyo khasaaraha intu leeka inay qaadan karin hal saac gudahood meel intaan leeg iyo masawirada aad aragteen dhulka baaxadiisa intay laagtahay inaan lagu sheegi karin isla daqiiqado aan lagu sheegi karin intaas aan rabaa inaan la wadaago ummada Soomaaliyeed ugana wada tacsiyeeyo intay dhimatayna Allahu naxariisto.